السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. معانا ده كاسيت ناشونال راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو وشريط كاسيت. الموديل بتاعه ار اكس شرطة 520 اف. ار اكس شرطة 520 اف صنع في اليابان، عبارة عن راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو وشريط كاسيت. ونشوفه مع بعض. الجهاز ده وزنه 5 كيلو جرام بالظبط. This boombox is national Panasonic radio multiband FM and AM and SW hand tape model RX-5120F made in Japan. بتعتقد الحاجات دي، حاسه ان انا هتوهكم، بس مش دي القصه. احنا نبدا كده الساعه باغنيه شمال شرق اوكرانيا، وافادت وزاره معتدل على السواحل الشماليه، وفي فتره الليل نجيل وحسام حسن القائد طبعا بيقود هجوم سموحه اسكندريه على ارض ملعب، وان كان الاتحاد هو اللي مايل بموجات هجوميه على مرمى سموحه السكندري، يرجع يؤدي واجبه الدفاعي. كان مصطفى البدري في قلب نص ملعبه علشان يتشد، يبقى فيها ضربه حره مباشره لسموحه. ادخل على السوشيال ميديا، يا سلام يا سلام، شرفت واهلا بيك. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. حصولي على شهادة إيجيكا والمتحف أقرب. ودخل عيونك حاكينا، لولا عيونك ما جينا. الأنظمة الداخلية والدولية استطاعت أن وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينور اعجاب حضراتكم. ده كاسيت ناشونال باناسونيك راديو متعدد الموجات اف ام و ام اس دبليو وشريط كاسيت. الموديل بتاعه ار اكس شرطه 520 اف صنع في اليابان. زي ما قلنا وزن الجهاز 5 كيلو جرام. ان شاء الله الفيديو ينور اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.